صباحكم بالخير مجددا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وخارج لبنان. محطتنا هلا رح تكون مع نادين الحاج رئيسة لبنان للجي سي اي، وروني مطر رئيس جمعية بيروت. اهلا وسهلا فيكم. قلت صح؟ اهلا فيك. مظبوط. جي سي اي هي جونيور تشامبر انترناشونال. اها. هي جمعية تأسست بال 1915 بأمريكا، موجودة حاليا ب 120 بلد، ولبنان نحن صرنا موجودين فيه من 2005. نعم. حاليا بلبنان عنا أربعة تشابترز، في جي سي اي بيروت اللي رئيسها سنة مسيروني مطر، وفي عنا تشابتر بصيدا، تشابتر بالايو بي لطلاب الايو بي، وفي تشابتر بجبال هلا عم نشتغل عليه. طيب نادين، شو الهدف من هالمؤسسة يلي عندها عدة فروع ويلي عم تشتغلوا لها ليل نهار وحاسين انه لازم تتطور بهالإطار هيدا؟ خبرينا شو الهدف لنرجع نحكي شوي مع روني عن بيروت بالتحديد. اوكي. جي سي اي عندها هدف واحد كتير بسيط، نحن شغلتنا انه نخلق فرص للشباب لنقدر ننميل قدراتهم لحتى هن يقدروا يكونوا أعضاء فعالين بالمجتمع ويغيروا مجتمعهم بطريقة إيجابية. سبب اللي نحن بيكون في مؤسسة هي لكل البلد، بس بيكون في تشابترز بكل منطقة مثلا، لأنه كل حدا هو ببيته أكتر شيء بيعرف شو اللي مطلوب. يعني إذا في طلب لناس ما عندها شغل، ما عندها أكل، ما عندها يلي عندهم طلباتهم، شو اللي حاجاتهم بالمجتمع المصغر اللي انت عايشه فيه، بتقدر تفيديهم بطريقه افضل. روني لنحكي شوي. روني حضرتك مسؤول عن جمعيه بيروت. صح. اول شيء هيدي المسؤوليه قد ايه بترتب على عاتقك؟ مسؤوليه كبيره لانه انت عم تتعامل مع فئه مميزة من المجتمع، وتاني شيء هالفئة إذا تطورت وإذا مزبوط وصلت إلى أهدافها بتوصل المجتمع ككل إلى أهدافه. خبرني شغلك بالتحديد على شو بينصب، وكمان الأهداف المترتبة من هالعمل هيدا. أوكي. مثل ما قلت أنا مسؤول عن جمعية بيروت، بس بالإضافة لإلي في بورد متكامل معي، كل بورد مسؤول عن شيء. في عنا بورد مسؤول عن البزنس، بورد مسؤول عن الانترناشنال، بورد مسؤول عن الكوميونتي اللي هي المجتمع كيف وتنميته، وكلنا كمان بفضل دعم نادين وكمان جي سي اي لبنان عم نشتغل كرمال التطور اللي قدام. مسؤولياتي هو نحن عندنا كذا بروجكت خلال السنه. شغلتين اساسيات كنا عم نشتغل عليهم هن البزنس فورم والتريننج فورم. التريننج فورم هو فورم تدريبي، كنا نجيب كذا نوع من الترينر يجي يحكونا عن سوفت سكيلز، مثلا هاو تو دو اي بوزيتيف نو، بزنس موديل كيف تكون، كوميونيكيشن خلال السنه، وبفيز كثير قليله، يعني فيهم يجوا من كل الأعمار يجوا يحضروا الترينينغ تبعنا. وزيادة عن هيك في كذا بروجكت عم نشتغل عليهم، بيناتهم واحد اسمه افتر سكول واتساب، اللي هو بناء على اورينتيشن بروجرام بعد ما يخلصوا التلاميذ الترمينال وين بده يروحوا الجامعات وشو بده يقرروا ككارير. هلا عم ينشغل، رح يتقدم باول سنة الجاي بتعاون مع وزارة التربية. مسؤولياتنا انه نلاقي حيلا طريقه نخلق بروجيات تخلق تغيير بالمجتمع، وتنقدر نغير على قد ما فينا، يمكن اذا بنبلش درجه درجه بنقدر نخلق تغيير اكبر واكبر. اكيد. نادين، لا دين لا سياسه، الهدف الاساسي لقاءات، والهدف الاساسي والمحض الاساسي هو تطوير الطلاب للوصول الى مبتغى معين او هدف معين. قد ايه بتتعبوا على هذه الخطوه؟ قد ايه بدها تنظيم؟ قد ايه بدها تخطيط؟ لان احنا بنعرف انه المجتمع اللبناني متداخل وفي كثير قصه سياسه ودين وما الى هنالك. قد ايه بتتعبوا على هذه النقطه بالذات؟ هذه النقطة بالذات نحن تعبنا عليها بالاساس كثير. اخذتنا وقت لنقدر نسجل على المخبر، لانه كل ما كنا نجرب كانوا يجربوا يقولوا لنا مع مين انتم بتحبوا نغطيكم، لانه مرسينا. بالاخر زبطت معنا بال 2005 سجلنا، ونحن هيدا الشيء بضل بذهننا انه وقتا نحن نشتغل على بروجي، كل بروجي بيجيب هو السبونسر تبعه، من نتقرب من كل الناس، ما عندنا نحن فئه بنحكي معها فئه، لا نحن اوبن لكل الناس، ومن نحن منجرب نضل نوترال بكل شيء. السبونسرز تبعنا كان من القطاع العام اما الخاص كمان بنجرب يكون انه اذا حبيتوا تدعمونا اهلا وسهلا فيكم، بس نحن بدنا نضلنا نوترال بكل شيء بنعمله، وبدنا نكون لكل لبنان لكل لبنانيه.
روني، لما بنحكي عن الاعمار يعني طبعا عم تحكوا عن فئه عمريه محدده صح. عم تشتغلوا عليها هي من بعد ما يخلصوا المدرسه لما بده يكونوا عم ينطلقوا الى جامعه، ولكن اذا بدك تحكي مزبوط بتاسيس الفرد والطالب كمان لازم يكون موعى على امور قبل ما يوصل الى مرحله الانتقال من المدرسه صح. الى الجامعه. كيف تشتغلوا على هالناحيه بالتحديد؟ نشتغل على ناحيه بالتحديد هي انه نخلق نجيب بروفيشنالز لهم علاقه بكذا فيلد يلي هن معقول يوجهون، يمكن مش بس بطريقه العلم، يمكن بطريقه الكوميونيكيشن بشكل عام، بالتواصل بطريقه التعايش مع المجتمع، مع مختلف طريقه الافكار، مختلف الكالتشرز، نخلق لهم هذا الجو يمكن مش موجود وين ما كان. قد ايه هيك عم ترتاحوا بتعامل الطلاب مع بعضهم وبتعاملكم مع الطلاب نادين؟ لانه الطالب يعني بيكون مثل ما بيقولوا شايف الدنيا وسع الدنيا، يعني مش شايف حاله، مش مصدق بالدنيا، فانتوا قد ايه بتكون هيك تاخذوا تكونوا ماسكين بزمام الامور لتقدروا توضحوا له الصوره بطريقه كمان ما تهدوا له طموحاته الكبيره؟ هلا الطموحات نحن بعتبر انه ما في لها حدود، بالعكس نحن اللي بيجوا لعنا طلاب هو اعمار الجي سي اي الاعضاء بين 18 وال40 يعني بتمرق باول مرحله، اول طموحك واول الانرجي اللي عنده اياها الشخص الطاقه بتكفي معك، بتكوني بلشتي تشتغلي وصرتي بالمجال الشغل. نحن عم نشوف الصور مزبوط، هيدا هلا بنحكي لكم عنه المؤتمر السنوي تبع جي سي اي. اوكي وصولا ليبلشوا يشتغلوا، وبس تقربي للأربعين بتكوني صرتي عندك مركز بمجتمعك وقادرة أنت ترجعي تعطي للي أصغر منك وترجعي تمشي معهم. فهيدي الطاقة نحن ما بنجرب أبدا نحدها، وعم نلمسها بشكل كتير واضح بتشابتر جي سي اي ايو بي يلي عندهم ابداع كتير كتير قوي، والبروجيات تبعهم دايما بيدلوا على هالشغلة. بجي سي اي صيدا سبب انه الاعمار شوي اصغر من العادي، يعني اعمارنا نقول بين ال 20 18 20 22 24 المعظم الاجماليتون كمان عندهم هالطاقة، ونحن بنشتغل معهم بضل في تواصل. ما كان عم بيقول روني في عنا نحن هلا نحن اوكي رؤساء بس بننتخب لسنة واحدة. كل سنة؟ كل سنة بيجي حدا غيرنا، بيكون عم نشتغل بهالسنة لنمرن اللي بعدنا وما بنشتغل لوحدنا. أنا رئيسة اوكي، بس في عندي أنا إكيب. الإكيب كمان بيكونوا عم بمرنوا اللي بعدهم. الاكيب تبع لبنان بتساعد كل الاكيبات ببيروت بصيدا بجبال وين ما كنا موجودين، في تواصل دائما مع نقب نائب الرئيس، بيكون في اثنين اما ثلاثه على كل بورد، كمان هن بيتواصلوا مع التشابترز اللي موجودين عندنا. سو هيدا التواصل كتير كتير مهم، ومن الاشياء اللي بنعلمها هي الكوميونيكيشن سكيلز، كيف نقدر ناخذ ونعطي، كيف نقدر نقبل الغير، كيف نقدر ما نخلي شيء يوقف بطريقنا ونلاقي حلول لمجمل المشاكل اللي عم بيعينوا منها الطلاب لوصولا الى مرحله النضوج. روني، شو الصعوبات يلي بتلاقوها قدامكم امام تنفيذ هيك عمل؟ يعني انتم مؤسسه بس عم تشتغلوا شغل كبير، شوي عم تاخذوا محل الدوله ببعض الاماكن، يعني انه شو الصعوبات يلي ممكن تلمسوها قدامكم امام تحقيق هذا المشروع المتشعب؟ الصعوبات هي امرات بتتكون بنلاقي سبونسر كرمال يدعمونا بالبروجكت اللي عم نشتغلهم، الفورس الشباب اللي عم يشتغلوا معنا، يعني الشباب اللي همهم انه يكونوا عم يعطوا للمجتمع عم يكون نسبتهم قليله، وتنلاقوا هذا الانواع من الشباب عم يكون عم نشتغل على نطاق كثير كبير لنقدر نلاقيهم ونفوتهم معنا بالبروجكت ونشغلهم معنا، ونضلنا ملاقيين نخلق لهم هالحماس اللي حكيت عنه نادين كرمال يكفوا معنا البروجكت للاخر ونخلق هالتغيير. بدنا نحكي شوي عن الايفنت يلي بده يصير ويلي بدكم تحكونا عنه تباعا. شفنا الصوره، اذا فينا المخرج نرجع نشوفها ثاني مره، خبرينا عنا اكثر عن هالايفنت يلي بده يصير وشو عاملين، شيء فيه مميز عن باقي السنوات. اوكي هيدا الايفنت نحن كل سنه لانه لبنان هو مثل مرايه عن الانترناسيونال، بالانترناسيونال مره بالسنه بيلتقوا كل اعضاء جي سي اي. بي جي سي اي هلا موجود 200 الف عضو بالعالم، 200 الف عضو. هيدول يلي هلا فعالين عمرهم بين 18 وال40 من عدا يلي تخرجوا من جي سي اي وهن بالملايين. كيف نحن بالانترناسيونال بيعملوا الكونغري العالمي؟ السنه رح يكون بريو بالبرازيل من 4 ل 9 نوفمبر.
بكل بلد كمان في عنا المؤتمر السنوي. هذا المؤتمر السنوي له هدفين. أول شيء بنجمع كل أعضاء بلبنان. هلأ لبنان ساقب صغير، نحن بنشوف بعضنا كتير، بس ببلاد كبيرة ما بيقدروا يشوفوا بعضهم كتير، بيتجمعوا بمحل واحد، بياخدوا بيعطوا، بيحكوا عن هني خبرتهم شو صار معهم، مين قدروا يشتغلوا معه بارتنرز بالدولة أو ما بالقطاع الخاص. ومنا كمان نحن بنعمل بروجرام، هلأ بحكيكم عنه روني أكتر، من ساعد هالناس يلي جايين لعنا أعضاءنا والمعزومين أنه يفهموا شو هي جي سي آي، ونقدر نعطيهم نبذة هيك صغيرة من شو هن الأهداف السكيلز العدة اللي أنت بتعوزيها لحتى تقدري تكوني هالشخص الفعال بمجتمعك، تقدري تعطي تردي له شوي. نعم، لكن رح نحكي شوي نحن وروني عن البروجرام. البروجرام ابتدى 3 أيام، نهار الجمعة بيكون الأوبنينج سيرموني، نهار السبت رح يكون من 9:30 للساعة 5 بالإزاد ترينينجز. في عنا 8 ترينرز، سمير سحيل، جوني الحلو، جوني الغول، فادي مشنطف، دكتور رينالدا حايك، أنتوني رزق، وفي كمان عنا رولا حمود وربيع الخضر. رح يتغير، رح يكونوا موزعين كل تريننج. في عندك الإيموشنال إنتليجنس، في عندك المفاوضات، في عندك البرمجة اللغوية العصبية الـ NLP، طريقة كيف يلبسوا بقلب الجامعات وبقلب المجتمع الشباب اللي طالعين جديد يلبسوا. يعني لهون أنتوا توصلوا أف كل شيء صح، يعني مش ناحية معينة صح، بيشتغلوا عن كمان على الشكل وبالتعاون مع ترينرز الموجودين بلبنان. يعني كل ترينرز معروفين بمجالاتهم، معروفين بلبنان، راح يكونوا عم يعطونا من وقتهم ساعة ونص كل شخص كرمال يعطونا ترينرز بهذا الإيفنت. نادين، يعني قدي بتحملي هذا المشروع مستقبليا أهمية؟ هلأ كل إنسان عنده مؤسسة أو شركة أو مشروع بيشتغل عليه ليوصل بعدين إلى أهداف، أهداف ممكن تكون كبيرة ممكن أكبر. أنتوا مستقبلياً لوين واصلين؟ نحن مستقبلياً لك إذا بدي أقولك يعني بنكتة، نحن دايماً أنا وقت أعطي ترينينج للجداد بقول له نحن مثل ميس يونيفرس، بدنا سلام العالم. دايماً سلام العالم، بدنا وورلد بيس. بس طريقتنا نحن بنشتغل كل بروجي ببروجي، لأنه هالبروجي أنت موجودة معنا بيكون الشخص عم بيشتغل بهالبروجي المصغر، بدك تتعلمي تشتغلي مع جميع الشخصيات، مع كل طريقة شغل. في ناس بطيئة، ناس سريعة، ناس بتفوت على التفاصيل، ناس بس كتير بتشتغل استراتيجية. بدك انت تتعلمي تحكي مع الناس، السبونسرز بدو ينحكى معهم بطريقة يقدروا يدعمونا. صح، الترينرز هلا اللي اجوا معنا مشكورين كتير عن جد، عم بيعطونا من وقتهم وما بياخدوا شيء، هن بس بيعطونا وقتهم، لأنه قدرنا بطريقة ما بمحل معين نقنعهم أنه هيدا الهدف جي سي آي شيء مهم للمجتمع وفي له حاجة بلبنان. هلأ بالمدى القصير نحن الهدف من المؤتمر السنوي أنه نجمع الشباب مع بعضهم، نرجع نعطيهم بوست وإنرجي، ونقدر كمان نستقطب أشخاص جديدة لحتى نشوف إذا بنقدر نكفي معهم وهن يساعدونا بالمشاريع اللي جاية. روني، مين الأشخاص يلي ما فيهم يكونوا معكم؟ ما في حدا ما في يكون موجود معنا بالخصوصا بالإيفنتس تبعنا، يعني في مين ما كان يجي يحضرهم. إذا أنا عم نحكي يكون عضو بقلب الجمعية بده يكون بين 18 و40 سنة. أو بس بدي زيد شغلة عن الإيفنت، إذا بدهم أي إنفورميشن زيادة عن ترينينجز أو بكل تفاصيل يفوتوا على الفيسبوك لعنا على جي سي آي لبنان وياخذوا كل التفاصيل عن الإيفنت تبعنا. نادين، خلينا نقول إعادة نحت الفرد من أول وجديد، بس هل فيهم ينضموا لألكم وإذا كانوا شوي تقدموا بالعمر؟ يعني مش بس يخلص الطالب الثانوية أو مدرسته يعني لينتقل إلى الجامعة، في شخص إذا تقدم بالعمر وعنده طموحات وأهداف ومواهب يكون معكم ضمن هالمؤسسة؟ هو لحد الأربعين، مش ضروري يبلش من عمر 18. مش ضروري بعمر 18، في يروح لعمر 30 35. نعم. 40 يعني اي وقت هو بحس حاله حابب يرجع يرد شيء لمجتمعه، عنده شويه وقت يقدر يتبرع بهالوقت وبطاقاته شو ما كانت طاقته، لانه نحن بس بضل فيكم تشتغلوا على شخصيه عمرها 40 سنه، يعني مره 40 سنه او 30 سنه ترجعوا تقدروا.
تصلحه لازم يتصلح. لك هو بمجرد هالشخص هو اجى لعنا او هو حس في شيء قادر يعطيه بيصير كل شيء قادرين نعمله نحن معه لانه بنتعاون معه، وبيكون هو من الاول عنده يمكن عنده هالحس، هو حب اذا هو حابب نحن بنقدر نشتغل معه، انه اهلا وسهلا بالجميع. نعم روني مطر، بدي منك كلمة أخيرة قبل ما نسمع نادين كمان. نادين الحاج، كلمة أخيرة روني، شو بتحب تقول بنهاية لقائنا؟ بدعي كل قادرين يجوا نهار السبت الجاي يحضروا معنا الإيفنت، يكونوا موجودين معنا. هذا الإيفنت بيصير مرة من السنة، يمكن جملة تغير لك حياتك تسمعها من حدا، فقد ما فيكم تكونوا كتار تكونوا موجودين معنا، احنا بنكون مبسوطين وأهلا وسهلا فيهم. نادين الحاج، كلمة أخيرة شو بتحبي تقولي لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا؟ أنا بحب أشكركم لهالفرصة عطيتونا إياها نقدر نحكي عن هالمشروع. بحب بس هيك بسرعة كتير أشكر كل الترينرز رح يكونوا موجودين معنا ويك إند الجاي، وبحب أشكر الإزار، جامعة الإزار، لأنه هي بنعتبرها مثل شريك لإلنا بكذا بروجي صرنا عاملينه معه، والكرياتيف دايركتور لهيدا البروجكت دوموزيل ماري أبي نادر كمان بتساعدنا بكتير قصص. أنا برجع بقول مثل روني، الشباب كتير كتير لبنان بحاجة لإلكون، هيدا بلدكون، وقد ما فيكم تعطوا لو ساعة لو دقيقة عطوا لبلدكم، لأنه بيرجع لكم بالمقابل كتير إشان، نحن هون لنساعدكم. أكيد، شكرا كثير لوجودكم معنا نادين الحاج، رئيسة لبنان لجي سي آي، أهلا وسهلا فيكي. وروني مطر، رئيس جمعية بيروت، إن شاء الله بكل لقاء بتخبرونا عن اجتماع جديد ومؤتمر جديد وشغل جديد على الطالب وعلى المواطن بلبنان. أهلا وسهلا فيكم. نحن هلا بننتقل لناخذ بريك صغير، خليكم معنا، بترجع بتابع معكم زميلتي باسكال شمالي فرانسيس.